لأي تعليق، سؤال، اقتراح أو أغنية بتحبوا تسمعوها اتصلوا بسوزان 8120 1010 8120 1010 SMS 191918 وبلشوا الاسماس بكلمة tomorrow number 2 MORO email susan@sautelghad.com.au. من أصدق الممثلات على الشاشة بتفكر عشوي إنه مش بس لبست الدور بل هي الدور نفسه. انطلقت بعمر 16 سنة لتحقق نجاح فني باهر وبعد مسيرتها مكملة من أعمالها الأفلام بيروت الغربية وبطل من الجنوب، في المسلسلات ابنة المعلم، زهرة الخريف، العائدة، الإخوة، سراي عبدين. عم جرب اتذكر بعد اكتر من هيك، في كتير مسلسلات برعت فيهم وبالمسرح لولا فسحة الامل وتشي جيفارا. بسن اليوم اني حاور فنانة مشرقة بسميها بالفنانة المتكاملة لما تتمتع فيه من مقومات بتجعلها أرزة مشرقة ومضواية بسماء التمثيل في الوطن العربي. صباح النور كارمن لبوس. صباح الخير سوزان، ميرسي كتير على المقدمة. يعني نحن أول شيء منفتخر بوجود ممثلات مثلك في الوطن العربي. انطلقتي وحققتي نجاح مش بس بلبنان لبل كمان اليوم في الوطن العربي. بداية قدي صعب أنك تنطلقي من لبنان إلى مصر ومن ثم الانتشار بكل الوطن العربي؟ أكيد في صعوبة، لأنه مثل ما بتعرفي يعني المسلسل اللبناني اللي أسس بعد الحرب اللبنانية كتير تراجع المسلسل، يعني ما عاد في مسلسلات بيشتوا برا. يعني قبل الحرب كان في المسلسل المصري والمسلسل اللبناني كانوا ينباعوا برا، من بعدها صار في تراجع. فالصعوبة أنك تقدري ترجعي تخرقي، يعني أنا بسميها خرق، يعني تقدري تفوتي على مصر، يعني شغلة كتير كبيرة. وأنا كمان نعمل انتشار، يعني كل ممثل اللبناني شوي وضعه بهالمحل حرام يعني. بس بتمنى بهالسنين هلا اللي جاية انه عم بيكتشفوا عم بيشوفوا انه لا عنده قدرة تمثيلية كتير مهمة، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. بديت بمصر وبقوة وبعدد من المسلسلات، خصوصا يعني اليوم بهالسنتين ثلاثة كمان ناشطة جدا، يعني بعملين اثنين مهمين جدا وكسروا الارض لو صح التعبير، الاخوة وسراي عبدين. كيف قدرت توثقي بين اثنين؟ والله صعوبة، يعني هيدا يعني هاي كانت اول مرة باخد عملين يعني مع بعض. بس لأنه كان صار لي سراي عبدين كان صار لنا شي 6 أشهر عم نصور، وكان على نهايته يعني نهاية التصوير، فخليني هذا الشيء اتشجع وأخذ الإخوة. بس مرقنا بظروف أنه تأخر شوي بسراي عبدين، أخروا التصوير، فهون صارت المشكلة عندي. بس الحمد لله يعني ما أثر ولا نهار أخرت على التصوير، بس بين بأعصابي يعني، لأنه طبعاً التعب أني سافر من مصر لأبو ظبي، من أبو ظبي لمصر، يعني في أيام 48 ساعة أنه كون عم صور بأبو ظبي، خلص الساعة 10 بدون يعني بمصر، فأطلع بتيارة الليل أوصل الصبح على مصر، ضلني رايح على الاستوديو لصور سراي عبدين، ارجع بالليل خلص ارجع روح على ابو ظبي لما حدا يحس انه انا تعبت. يعني هي كانت اول مره بحس بهالقد بتعب يعني، بس الحمد لله الحمد لله ما اثر يعني على الشغل. هو ما اثر على الشغل، والنجاح يمكن نساك التعب. ايه طبعا طبعا اكيد، هذا شيء تاني يعني الواحد بس يكون تعبان هيك ويلاقي بعدين النتيجه صحيح. والعالم حابه، هاي اهم شيء يعني. نعم. اي دور حبيتي اكثر شيء بين كل الادوار اللي قمتي فيهم؟ اكيد في دور معين. كارمن لبوس لما بنسالها انت علمتي بمكان ما، في بصمه رسمتيها بمكان ما، اي فيلم اي مسلسل او اي دور بالمسرح؟ اذا بدنا يعني مسلسل ابنك المعلم طبعا، يعني هيدا اللي عمل لي انطلاقة يعني كتير كبيرة. ابنة المعلم كان يعني ما في حدا بلبنان ما كان يترك كل شيء ولا يحضر ابنة المعلم. مسلسل سينما اللي بيّنت انعرفت ببيروت الغربية وست بيروت، ورجعت بواتيفر لولا وانت الفيلم الأجنبي اللي عملته، يعني عم بيجيني كتير عم بيحكوني من برا ناس حضروه وحبين يعني هيدا الفيلم في السينما.
إذا مسرح 3 سنين طوال. بالنسبة اليوم للإخوة وسراي عبدين تحديدا، هلأ سراي عبدين كان في شوية انتقادات للمسلسل نسبة للسيناريو، نسبة مش أكيد للتمثيل أو للأداء، للسيناريو بالإجمال. لمن سادت هال أو لمن ظهرت هالانتقادات، شو كان إحساسك بهالوقت؟ فشلنا، ما رح أقدر كمل؟ هل شعرتي بمكان ما أنه ما بقى بدك تكملي بسبب الانتقادات الكبيرة اللي واجهها المسلسل؟ أكيد مع أول عرض، يعني أول 5-6 حلقات. لا، أنا صار في إشكال معهم، يعني أنا كيف نحط اسمي يعني بأي محل، فهذا كان السبب أني قلت لهم أنا بعتذر أني كمل الجزء الثاني، لأنه كان في اتفاق لينحط الاسم بطريقة. بعدين مش أنا بس، يعني حتى كل الأسماء الممثلين ما كان في، يعني ما كان في إنصاف بالمعاملة، يعني كيف نحط الاسم والتعب اللي تعبني. هلا طبعا انتقادات أول حلقة وبس تشوفي بالمجلات يعني إنه انتقدوا العمل بتخافي، يعني بتحسي إنه هذا المجهود والتعب اللي تعبناه، لأنه مسلسل كتير كبير وكتير ضخم. بس الحمد لله ما أثر أبدا، يعني لأنه العالم بعدهم بالنسبة لهم إنه بالأخير هذا مش مسلسل، مش دوكيومنتري، عرفتي إنه هذا مسلسل دراما، ومحطوط إنه هاي دراما مستوحاة من، يعني بس نقال دراما بالعالم صاروا بيفهموا دراما، يعني الخيال الكاتب له حق يتصرف مثل ما بده، فخياله بياخده في، يعني يخلق شخصيات، يشيل شخصيات، يحط شخصيات، خلص يعني مجرد ما يصير دراما، مش عم نقول قصة تاريخية أو مسلسل تاريخي، دراما مستوحاة، يعني خلص هي. فالعالم عطيتي ملاحظات انت عم تقري السيناريو، عطيتي ملاحظات انه هالأحداث فعليا ما صارت، وبتخلي يعني الخديوي يبين بطريقة مش اللي هي، هل كان عندك هالملاحظات للكاتب أو للمخرج ببداية العمل؟ لا أبدا، كلنا ما كان عندنا ملاحظات، لأنه كان التركيز أكثر على حياته الخاصة للخديوي، يعني فخلص مجرد ما عرفنا هيك، فطبعا يعني نحن عم ناخذ الحياة السرية إذا بدك يعني تبعيته. بالنسبة لسراي عبدين، هالعمل ضخم جدا وهالإنتاج، واليوم رح نشوف جزء آخر منه، كم جزء ممكن أنه يكون؟ أكيد أنت عندك علم ودراية، كم جزء لهالمسلسل؟ هي مبدئيا نحن نهينا على الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني ببلش عرضه إن شاء الله بشهر 3، مش رح يعرضوه على رمضان، رح يعرضوه بالأسبوع مرة، بشهر 3 رح يبلش العرض. فبعتقد نحن خلصنا الجزء الثاني، عم بينحكى أنه في احتمال يكون في جزء ثالث، بس لهلا ما في شيء أكيد، يعني لا، لأنه بالأول يعني أنا بتذكر بتذكر أول من كتب عن سراي عبدين قالوا رح يكون من 3 أجزاء، يعني هل يا ترى هذا الكلام صحيح؟ 3 رح يكونوا ولا 2 وخلص؟ مبدئيا 2 وخلص، في حكي مطروح الموضوع بس ما في تأكيد. كيف بتقيمي؟ يعني بس يخلص بعتقد الجزء الثاني ببين معنا. بالنسبة للإخوة تحديدا، هذا المسلسل كمان يعني عمل نقلة كتير كبيرة بالوطن العربي، خصوصا من حيث يعني ما في شخصية بتشبه التانية، والكل من كل الوطن العربي كتير محبوكة القصة بطريقة حلوة ومميزة. كيف بتقيمي هالعمل مقارنة مع أعمال أخرى عم بيكون فيها مشاركة من قبل ممثلين من كل الوطن العربي؟ أنا يعني إذا بدك العمل اللي فاجأني نجاحه هو الأخوة، ما كنت متوقعة. يعني هيدا العمل ابدا ما كنت متوقع. ايه يعني كنت عم بشتغل وكنت خايفة، يعني وشي عم تحكي 100 حلقة وعم تحكي من الوطن العربي، وحتى بتحسي انه كيف هيدا خي، هيدا مصري، هيدا، عرفتي انه قلت انا خفت اول شيء هاي التجربة، انه يمكن العالم يقولوا كيف هاي انه مصري سوري مش راكبة مع بعضها. بس ما يعني القصة شدتهم للعالم، عمل هيدا النجاح. أنا عم بقول لك لهلأ بعدني متفاجئة، يعني أنا بدي خبرك شغلة، أنا ما حضرته للمسلسل وقت انعرض، بلش ينكتب عنه، قد ما انكتب عنه قلت بدي أحضره، وما صح لي وقت حضرت منه حلقة أو حلقتين، هلأ عم كمله كله سوا ومش قادرة بدي خلصه. يعني في هيك مثل سوسبنس بيخلقه عند المتفرج أو عند المشاهد.
انت كيف بتقيمي مقارنة مع مسلسلات تانية؟ اكيد تابعتي مسلسلات تانية وفي مشاركة لا لا ما في وقت ما قدرت. هاي المشكلة اني ما قدرت لانه هاي السنة يعني السنة الماضية انا ما بعرف كيف مرقت لانه كنت بين يعني انا خلصت اذا بدك الاخوة بعد رمضان بشهر يعني احنا خلصنا بشهر 8 اخر شهر 8 خلصنا الاخوة تصويره. انا بشهر 9 رجعت تحت على مصر عم كمل الجزء الثاني تبع سرايا عابدين. فانا يعني فعليا انا من اذا بدك من ايلول 2013 لهلا انا ما عم بقدر اشوف شيء. خلصت سرايا عابدين لانه المحطات بمصر غير محطات يعني المحطات اللي بشوفها بمصر غير اللي بتكون موجوده بلبنان غير اللي بتكون موجوده كانت بابو ظبي. فما قدرت تابع شيء. خلصت سرايا عابدين؟ لا انا بعد عندي 4 ايام تصوير. بعد عندك 4 ايام. كيف دورك بالجزء الثاني؟ شوقتينا بالجزء الاول شو بده يصير يعني بالاخر وتركتينا بدنا نعرف الجزء الثاني شو بتكمل. بتكمل قصه الحب مع ارنست وتتطور الاحداث. يعني الجزء الثاني احلى من الجزء الاول؟ ما بعرف انا حبيت الاول اكثر طيب كثير صراحه. يعني قدمتي الكثير من الادوار كارمن لبوس ان كان على صعيد المسرح ان كان على صعيد التلفزيون او حتى الافلام. شو بعد بدك تقدمي؟ يعني كل الادوار قدمتيها ان كان تاريخي هل من دور معين بعد كارمن لبوس بتحلم انه بدها تقدمه؟ لا ما عندي يعني هذا الشيء الوحيد اللي ما في يفكر لانه مجرد ما حط اني انا في دور حلمي العبه فكل الادوار اللي بلعبها ما بتكون بالنسبه لي لها قيمه. فمشان هيك ما بحط ولا دور انه في هيدا بعد. يعني لا في يمكن حلم من انا وصغيره اني العب دور الساحره الشريره بافلام ولد ديزني. عرفتيها الساحره يعني اللي تبع البرنيطه السوداء والفستان الاسود يعني مثل الافلام او هي اللي بتبقى بالذاكره. يعني هيدا حلم بعرف انه صعب كثير يتحقق بس يعني هيدا من الاحلام. يعني مع مين من الممثلين كمان بتحلم انك تمثلي وبعد ما سمحت الفرصة؟ أكيد مثلا كلهم ما في حدا يعني تحبهم كلهم. عرفتي أنا عم جادي بفكر ما عندي حدا معين يعني. ما حضرتي ولا مسلسل على صعيد لبنان مسلسلات لبنانية مؤخرا تنسألك كيف بتقيمي خصوصا يعني الممثلات اللي عم بيطلعوا هن بالمسلسل كله سوا يعني أي مسلسل لو حضرتي؟ لا ما قدرت. بس أنا نادين نجيم بحبها كتير يعني بحب شغلة. يعني شفت كم مشهد من عشق النساء لأنه ما قدرت كنت أكون متواجدة أتابعه كله. كانت عم تلعب دور مختلف تماما عن مسلسلها بلو. ففظيعة كانت يعني أنا بالنسبة لي هاي النقلة بهاي المرة الديناميكية بعشق النساء وهونيك المرة الضايعة اللي خايفة اللي عرفتي فيها الهدوء الحذر يعني وهون عكسه يعني. فأنا لا كثير كثير بحبها حبيت كثير نادين. كارمن طبعا في كثير من الممثلات الجدد اللي عم نشوفهم ويمكن عم يختاروا البنت الحلوة أكثر أنها تكون هي اللي عم بتشيل المسلسل يمكن لأنه بيبيع أكثر في أسباب معينة عند الشركات المنتجة. بس منلاحظ كمان أنه كارمن لبوس تحديدا ركزت هالمرة بهالسنتين اللي مضيوا على أعمال على مستوى كل الوطن العربي الإخوة وسراي عابدين. هل لأنه كارمن لبوس ما نعرض عليك مسلسل تشيلي لوحدك مع أنه كارمن لبوس من أهم الممثلات في لبنان وإذا بدنا نطرح اسم ما بيكون غير كارمن لبوس لازم تشيل المسلسل كله سوا ولا أنت ما بدك تخوضي هالتجربة بدك تكوني على مستوى الوطن العربي كله سوا؟ لا ما يعني للأسف يعني ما في مش عم بينكتب يعني في عمر معين عم بيكتبوا يعني هاي المنجين بيكتبوها انه عندك من 25 ل 32 سنة هاي أدوار البطولة يعني على طول البطل والبطلة عم بيكونوا صغار بالعمر والمنتج بيعتبر انه هيدا بيقدر يبيع اكثر والعالم
المشاهدين رح يكونوا أكثر. فبس تكون في مرة إذا بدك فوق 35 أو فوق 40 سنة بيعتبروا أنه ما فيهم يعطوها دور أول أو ما في نص لقدر يلعبوا عرفتي. فما بعرف ليش الكتاب بيعتبروا يعني الأدوار اللي بتنكتب لهالعمر يا أما مرة جهلانة مثل بالأخوة أو مطلقة عندها مشاكل أو يعني بتلاقيها دايما تابعة يعني. فللأسف لا ما في ما كان في دور بطولة يعني مشان هيك. بس كارمن إذا رجعنا شوي لورا إنه هيدي من الأفضل الأدوار. نعم بس إذا رجعنا شوي لورا بمسلسل العائدة شفناك بالعشرينات وشفناك بالثلاثينات وشفناك كمان بالأربعينات، يعني قادرة أنك تقومي الدور يعني بعدك بكامل جمالك تقدر تقومي الدور. ما بعرف مزبوط، بس أنه ما إذا كان دور مثلا مثل لو ما في يلعبوا عرفتي يعني لو لا في يلعبوا في يكون لمرأة بعمر كبير هي وجوزة وزهقت مثلا إذا بدك، أو صارت بعمر أنه يمكن صار في روتين بالعلاقة هي وياه لجوزها حبت حدا تاني، في كتير احتمال يكون هيك. بس المنجين بدهم صغار. هل من زي ما بعرف هل من مشروع إلى مع إنه أنا بالنسبة لإلي بالنسبة لإلي المرأة إذا كبرت فالحب تبعها النضوج تبعها يعني في نضج بالحب تبعها بالعلاقة. بس كمان في مشكلة تانية إنه أكترية الرجال اللي هم عم يكتبوا ما بيعرفوا المرأة كيف بتحب بعمر مش مسكون بالعشرين عرفتي. ما بيعرفوا يكتبوا لهالفترة من ما بعرف ليه يعني دايما